برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا الحرام لا يحرم الحلال ونشوف السؤال من موقع إسلام ويب والسؤال بيقول أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثون عاما وقد أغواني الشيطان وزنيت بامرأة وبفضل الله علي ورحمته تبت إلى الله توبة نصوحة ولعل الله يتقبلها مني وانا الي الان لم اتزوج وقد قررت الزواج وقامت امي بترشيح فتاة ما ولكن هذه الفتاة هي ابنه المراه التي سبق وزنيت بها مع العلم بان واقعه الزنا كانت من سنتين وان هذه الابنه تبلغ من العمر الان عشرون عاما ولذلك ارجو الافاده ان كان هذا الزواج محرما ام لا وارجو من سيادتكم توضيح الامر باستفاضه تامه. خلينا بقى نشوف ايه الاجابة بيقول نسأل الله تعالى ان يتقبل توبتك واحرص على ان تكون توبة صادقة الى اخر الكلام اما من حيث جواز نكاح تلك الفتاة فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين العلماء كالعاد يعني فالشافعي ومالك في احدى الروايتين عنه يبحون ذلك وابو حنيفة واحمد ومالك في الرواية الاخرى يحرمون هذا النكاح والراجح هو القول الاول يعني الراجح هو القول الاول يعني ايه يجوز للرجل انه يتجوز اللي بنت الست اللي هو زنى بيها ده الراجح وخلينا نكمل الاجابه قال ابن عبد البر واختلفوا في الرجل يزني بالمراه هل يحل له نكاح ابنتها امها وكذلك لو زنى بالمراه هل ينكحها ابنه او ينكحها ابوه وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح او النكاح الفاسد ام لا هنا بيقول ايه لو حد زنى بامراه هل ممكن يتجوز بنتها او امها ولو زنى بالمراه هل ممكن لابنه يتجوزها يعني يتجوز, بس يتجوز الست اللي هو زنى بيها دي او ابوه يتجوزها وخليها ايه نشوف الرد قال مالك في موطئه ان الزنا بالمراه لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح امها ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته. بل يقتل ولا يحرم الزنا شيئا بحرمة النكاح الحلال وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة وإليه ذهب ليس ابن سعد والشافعي وأبا ثور وداود يعني مالك قال لو حد زنب امرأة ممكن يتجوز بنتها أو أمها ولو زنب أم مراته مراته مش بتتحرم عليه لكن يقتل طبعا يعني حد زنا وكده ولو ثبت ده لو ثبت يعني يقتل لو ثبت وقال لا يحرم الزنا يعني لا يحرم الزنا شيئا بحرمة النكاح الحلال طيب خلينا ايه نكمل بقى الكلام وروى ذلك ابن عباس وقال في ذلك لا يحرم الحرام الحلال وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في الموطئ فقال من زنى بأم امرأته فارق امرأته وعنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون من زنب أم أمرأته حرمت عليه امرأته وقال سحنون أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطئ دلوقتي هو بيقول لك أن في علماء قالوا إيه من زنب أم أمرأته حرمت عليه أمرأته بس أصحاب مالك كلهم بيخالفوهم وقالوا لا من زنب أم أمرأته لا تحرم عليه أمرأته وخلينا نكمل وكذلك ما وطأ أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطأ ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال والله المستعان وقد أجمع هؤلاء الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار المسلمين إنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وبنتها أحرى بالله التوفيق يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد زنى بواحده يجوز يتجوزها بعد استبرأها فالأولى أنه ممكن يتجوز أمها أو بنتها خلينا بقى نكمل باقي الكلام وقال الشيخ محمد ابن صالح الوسيمين والقول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم في سورة النساء 24 وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء الفاعل ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها من المحرمات إنما قال وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن سورة النساء 23 والمعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا لأن نسائه زوجاته فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح فإذا تاب من زنى جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها يعني دلوقتي الشيخ ابن العثيمين قال إيه؟ قال إن أم المزني بها ليست حراما على الزاني وإن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني وراح استشهد لنا بصورة النساء 23 وقال إن ليها قراءتين وقال إن المزني بها مش من نسائه أصلا فبالتالي أي حد من قرايبها مش متحرمة على الزاني وخلينا نكمل الإجابة والخلاصة أن المسألة محل خلاف بين العلماء وأن الراجح جواز نكاح بنت المزني بها إن لم تكن مخلقة من ماء والنصيحة لك أن لا تتزوج لسببين احتياطيا لأنها محرمة عليك عند كثير من العلماء ودلوقتي أنا هقول لكم التعليق بيقول إيه كل الكلام ده ودلوقتي القاعده الفقهيه بتقول ايه ان الحرام لا يحرم الحلال وده مش في الحاله دي بس ده في حالات كتير منها مثلا لو واحده زنت وجوزها مش هيكون متحرم عليها مثلا واحده زنت جوزها هيتحرم عليها لا طب لو واحد زنا هل مراته هتتحرم عليه لا ليه لان الحرام لا يحرم الحلال وخليني اوريكم وشوفوا معايا الكلام ده من اسلام ويب فزنا الزوجة سواء كان في القبل أو الضبر لا ينفسخ به نكاحها، قال ابن قدامة وإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح، وعليه لم تحرم هذه المرأة على زوجها، وعليها أن تستر على نفسها ولا تخبر زوجها أو غيره بمعصيتها، وإن كانت تابت توبة صحيحة فعليها أن تطوي صفحة الماضي ولا تستسلم للوسوسة، فالتوبة توح ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ايه رأيكم الحرام لا يحرم الحلال يعني كل المحرمات ما تفسدش عقد النكاح يعني لو واحد متجوز وزنى بأم مراته مراته مش بتتحرم عليه أو زنى بأختها أو هي حتى زنت مع أبوه أو أخوه أو ست زنت مع راجل غريب جوزها ما بيتحرمش عليها أو الراجل لو زنى مع ست غريبة ومراته مش بتتحرم عليه وهكذا الحرام لا يحرم الحلال ايه رايكم هل الكلام ده انت كاجابه بترضيك كمسلم والتقي بيكم في الحلقه القادمه من س وج